رغم المعاناه اللي احنا فيها بالنسبه لغلو الاسعار، والشعب بيتلهى في الكوره بلهفه كبيره. ان اهم شيء عندنا دلوقتي ان احنا بنفرح الشعب المصري. الشعب المصري ابي حد يعني انزل منشيه هتلاقي بيشتري اعلام كبيره وزمامير وبتاع، ليه؟ من حبه للكوره، ورغم المعاناه اللي احنا فيها بس الشعب بيحب مصر. هم همهم على الاعلام. طب هي مصر عشان الاعلام بس ولا عشان كل حاجه؟ ما زي ما انت بتشتري حته علم وبتقول انا، بتيجي تشتري حاجه تانية تقول لا رغيف العيش اولى لعيالي عشان احنا مش لاقيين. طب ما انت بتشتري العلم، هو العلم بيعمل لك ايه؟ عشان مصر؟ طب ماشي، ما احنا اكل عيشنا برضه كل ده، فين بقى الاكل العيش بتاع مصر؟ سكر غالي وده غالي وده غالي، وفي عندنا عمال شغاله معانا مش لاقيين، والدنيا كلها غالية، احنا ما بنعرفش نبيع، يعني يعدي علينا الاسبوع ما بنكملش 2000 جنيه. في وقت المنتشر فيه جوال كويس قوي، الاعلام الوسط يتراوح السعر بتاعها من 20 ل 25، الاعلام بالنسبه للعيال الصغيره يتراوح سعرها من 2.5، واللي فوق الصغير يتراوح سعره من 5 جنيه ل 3.5. في جوال كويس بردك بالنسبه للطواقي بتاعه علم مصر شغاله كويس جدا، سعرها من 30 ل 25. طبعا تاثير سلبي جامد بالنسبه لوقت المباراه في الشغل وفي حركه البلد، بتلاقي الحركه ضعيفه جدا، عدم وجود الناس بيأثر على حركه العمل، وده طبعا بيأثر على الدخل اليومي وتاثير سلبي، وربنا يعين مصر ويوفقها. في كل العجل بيبقى واقف مليان، مفيش حد يعني مفيش حد بيبقى شغال، لان الماتش عامه كله بيبقى قاعد في بيوته، قاعد في القهاوي، قاعد في المحلات، مفيش حد بيبقى شغال، كله بيبقى قاعد. اهتمام الماتش ده مختلف عن اي متوشه، بيبقى رواج بالنسبه للمحلات وسط البلد والكافيتريات. العامل كله اساسي معانا على المتوشه، ولو خسرنا بيبقى في ركود في الشغل، فكل ما احنا بنكسب في كاس افريقيا الناس بتنزل اكتر معانا وبيبقى في زبون اكتر وبنشتغل وبنكسب اكتر. هي كده الكوره، هي كده الكوره امامنا، الدغ الدغ واحده سجل واحده يعملها.